مسيكم بالخير. اليوم معنا تجربة قيادة هونداي كاريتا. حجم المحرك السلندر 4 سلندر، هي 5 كراسي ورا الشنطة. السيارة 4 سلندر و115 حصان. حجم المحرك 1.5. حاليا نسوي تجربة قيادة عليها مع العزل والأداء. زي ما شايفين في هنا شاشة على الجهة اليمين، وهذه دركسون تحكم كامل، وفي مثبت سرعة داخل. الحين هذا بنجرب مثبت السرعة، نشوف أداء السيارة مثبت السرعة. حاليا ثبت ثبت السرعة على 48 كيلومتر. ضغطة زر على اليمين تفصل المثبت، هذا هو فصل تلقائي بعد الضغطة. طبعا السيارة سرعتها 240 كيلومتر في الساعة، هذا السرعة القصوى، و 8 RPM. وفي هنا تحكم كامل، شاشة باللمس للسيارة بالكامل. الحين بنحط على الجير العادي اللي هو المانوال. طبعا المانوال بس من الجير، ما في من الدركسون تحكم. الحين على المانوال رقم 4. واللي حاب يشوف بعد السيارة بالكامل من الداخل والخارج، على نهاية الفيديو أنا بحط الفيديوهات حتى السيارة. فإذا حابين بعد ما يخلص التجربة يطلع لكم فيديو آخر الفيديو على اليمين، الزوايا اليمين أو اليسار. الحين هو رقم 3، الحين 4. طبعا هونداي كاريتا مختلفة كليا، داخليا وخارجيا. السيارة يعني توها جديدة الصنع، يعني مسوينها، ومن الداخل واسعة. هذا الحين العزل الخارجي والداخلي، شوف الأداء العزل كصوت من الداخل والخارج. نسوي تجربة عزل كامل من صوت الخارج.
تجربة فيديو ثاني بعد بالسيارة في وقت الصباح. اللي حاب يشوف الفيديو آخر في آخر الفيديو أنا راح أحط اللينك وأحط الرابط عليه، بيطلع بالنهاية الفيديو عشان تشوف إذا حبينا تجربة القيادة في الصبح وهذا المساء وشكل السيارة الداخلي والخارج. وإذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك والكومنت في القناة، وإذا في أي حاب استفسارات عن السيارة، عن في سيارة معينة حابين نجرب عليها تجربة قيادة، حطها تحت في الوصف وما راح نقصر معكم.